بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن لا نزال نبحث في أمور الصحة التي أرادها الله للإنسان المؤمن. فتقدم معنا من الصحة التغذية، واليوم نبدأ ببحث جديد. قول الله عز وجل: أنزل لكم من السماء ماء لكم منه شراب، وقال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وآية ثالثة قال الله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. ثلاث آيات في كتاب الله، آية تثبت أن ماء السماء ماء نقي طاهر للشرب، ينفع الإنسان في شربه وليس فيه شيء من جراثيم أو ميكروبات تؤثر على الإنسان. الآية الثانية: أنزل من السماء ماء طهورا، يعني نقيا صافيا، لا يحتمل هذا الماء أي شيء مما يؤذي الإنسان. والآية الثالثة: الماء ليطهركم به، يعني ليطهر أجسادكم مما علق فيها مما يؤذيها من جراثيم أو ميكروبات. هذه الآيات الثلاث وأمثال التي نأتي إليها، الله عز وجل يمن على الإنسان بفضله وجوده وكرمه، أنه علم بعلمه القديم أن الإنسان يحتاج إلى الماء، يحتاج إلى الشراب، ومهما كان الإنسان لا يمكن أن يكون بدون ماء. فالماء حياة للإنسان، وكما قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فحياة الإنسان متوقفة على شرب الماء، ولكن الماء الذي أنزله الله ماء نقي طاهر ينفع الإنسان بكل مصة يمصها، إلا إذا دخلت إليه يد الإنسان. متى دخلت يد الإنسان على شيء من خلق الله أفسدت فيه الخلق. فالماء عندما كان ماء نازلا من السماء لا يؤثر على هذا الماء الأحوال الجوية، ولا يؤثر عليه الغبار الذي يكون في الجو، ولا يؤثر على هذا الماء عندما يقل الأكسجين، أو عندما تنزل الأشعة الشمسية التي هي فوق الحمراء. كل هذه الحوادث لا تؤثر على الماء، إنما ينزل ماء السماء ماء نقيا طاهرا للشرب أولا. ومعنى الشرب يعني لتغذية أعصاب الإنسان وعضلاته وجلده، كل ذرة في جسد الإنسان يتغذى بالماء. ولما كان الماء مركب من صنفين أساسيين، مركب من الأكسجين ومركب من الهيدروجين. الأكسجين هو المادة التي تنقي الدم، تنقي الدم، فجعل في الماء الأكسجين. إذا شربت الماء نقت الدم وجعلت الدم سيالا، بينما لو قل الشراب الدم بيصير فيه شوية جمود تقيل شوي، وإذا قل الماء بصير كذلك البول ثقيل. بينما شرب الماء لا يجعل مع الإنسان لا تجمد في الماء في الدم ولا في البول،
يتم دائما سيال. الدم إذا تجمد ممكن يصير فيه جلطات، والبول إذا إذا كان ثقل بيصير فيه حصى، بيربي حصى ورمال. فالله عز وجل جعل للإنسان الماء إذا شربه يبقى الدم سيالا، فلا يتأثر الإنسان بجلطة، ولا والبول كذلك لا يربي شيئا من البحص، إلا إذا الإنسان أساء. إذا الإنسان أساء بحبس البول وعدم إخراجه بسرعة، تأخر بالبول مرة ومرتين وثلاثة عم يتأخر، فالبول بيرسي بلورات كلسية. هالبلورات الكلسية بتسبب حصى، ممكن يكون الحصى كلسي وممكن يكون الحصى أقوى من ذلك، فبيحتاج إلى تفتيت، فيا بيكون في المثاني، وهذا أمر صعب كثير بالنسبة للإنسان عندما يكون الحصى في المثاني. فعندها يتألم المريض تألما كثيرا بالرمال أو الحصى. فالله عز وجل أنزل للإنسان ماء للشراب، لكم منه شراب، لهذا الشراب يجعل فيك نقاء من الرمال ونقاء من الحصى. فلذلك الواجب على الإنسان طبا أن يشرب في كل يوم لتر ونص من الماء، وهذا أقل ما يكون، يعني أنينة ونص كل يوم بده يشرب الإنسان حتى يبقى في نشاط وحيوية دائمة. أما إذا قل شرابه فبيصير عنده مشاكل في الصفحات الدموية، وصفحات بيسموها الصفيحات، صغير تصغير صفحات الصفيحات الدموية. فجل جلال الله خلق فسوى، ألا يعلم من خلق، يعني الذي خلقك ألا يعلم ما ينفعك في الحياة، خلق لك الماء فاشرب. في كثير من الناس شرب قليل، الشرب القليل لازم يعوضه بشراب آخر إذا ما شرب، فليشرب شرابات الليمون التوت شراب تفاح، أو يستعمل الفاكهة الكثيرة التي فيها الماء حتى يتم دائما متوازن في الدم في حياته. وأكثر من ذلك البول، واحذروا كل الحذر من حصر البول. إذا الإنسان تأثر أراد أن يخرج وشوية رخار وشوية رخار وتأخر ربع ساعة ونصف ساعة وساعة، هذا مما يجعل البول يرسي الرمال أو الحصى ثم يتجمد. فإذا تجمد له عندما بده يخرج كل نقطة بول بتطلع مثل النار تحرق حرق. فالله عز وجل يعافينا ولا يبتلينا، فالإنسان هو الذي يوقع نفسه بهذا المرض. لذلك ما استطعت متى ما شعرت انه في طلع على برا فورا اطلع، وخاصة قبل النوم. قبل النوم يجب وجوبا على الانسان قبل النوم ان يعرض نفسه على بيت الخلاء. ممكن انت تكون مالك شعر انه ما في شيء، اطلع عريض نفسك، فلو كان ولو نقطتين لا تتركهن، طالعهن، لأنه شرب الماء بده يعوض. والماء إذا شربه الإنسان لا يبقى في معدته أكثر من 5 دقائق، بعد 5 دقائق بيطلع إلى الأمعاء بيغسل وهو ماشي. فلذلك الماء شراب. ثم الماء طهور، يطهر الإنسان من السموم، إن شربه طهر السموم التي في عند البلعوم.
وفي المري وفي المعدة كل السموم من موجودة يغسلها الماء فتخرج مع الماء بولا. لذلك نجد أن البول يحتوي على أكثر الجراثيم. والآن الأطباء أي مرض تعرضه عليه يقول لك حلل البول، حلل الدم، لأن البول والدم هما مستودعان للجراثيم. الأمراض كلهما يكونان في هذا. فالإسلام قال لك البول نجس والدم نجس. ما كانوا يعرفوا تحليل وميكروبات وجراثيم، ما كانوا يعرفوها. فالإسلام شو قال لهم؟ نجس بعد عنه، ابتعد عن البول وعن الدم ففيهما النجاسة. الآن عم يقول فيهما الجراثيم. شو الجراثيم؟ حيوانات صغيرة تفتك في الإنسان. هذا الجرثوم شو هو؟ حيوان، حيوان، لكن أنت من صغره ما بتشوفه يفتك في الإنسان. منهم من يفتك في الكبد، منهم من يفتك في المثاني، منهم من يفتك في الرئتين. فكل مرض له مستودع بتخبى فيه. فالإسلام قال لك شراب الماء، فالماء تطهر كل الجهاز الهضمي. جل جلال الله أنزل من السماء ماء طهورا، ما يطهرك فقط من الحدث، كمان بيطهر كل الجهاز الهضمي باستعمال الماء. وأي الماء أفضل؟ الله عز وجل جعل المياه عديدة، جعل ماء السماء ينزل من السماء مطرا وبردا وثلجا. من السماء بينزل كم نوع؟ ثلاث. أما المطر ينزل إلينا للشراب، وأما الثلج لتجري به الأنهار والينابيع، وأما البرد لقتل الحشرات التي على الأشجار. كل ذلك بقدر جل جلال الله. وأنزلنا من السماء ماء بقدر، بقدر ما يحتاج الإنسان إليها. فالإنسان بيحتاج مثلا إلى 10 طن ماء، فالله عم ينزل على قدر ما تحتاج. فلو زاد الماء لصار السيل وأهلك، أهلك الحرث والنسل. ولو قل المطر لاحتاج الإنسان إلى الشراب. فسبحان من خلق كل شيء فقدره، قدره تقديرا. أنزلنا من السماء ماء طهورا، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم. كذلك استعمال الماء يستعمله الإنسان للتطهير، أن تطهر نفسك من الحدث، سواء كان الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، أو تطهر بيتك، أو تطهر الآنية، تطهر الثياب. هذا كله بده ماء. تطهير الثياب والآنية والبيت كله يحتاج إلى الماء. فالله عز وجل أنزل الماء ليطهركم. أصل الآية كانت في غزوة بدر. غزوة بدر الصحابة رضوان الله عليهم ناموا من تعب، غزوة وناموا وفزوا في حالة جنابة. أكثر الصحابة فزوا في حالة جنابة، أنه برد. الجنابة ما بتصير من الاحتلام فقط، إذا كان حر زيادة، إذا الصلب صار في حر زيادة أو برد زيادة، كذلك الإنسان بيخرج منه هذه المادة. فوجب الغسل. وجب الغسل وين قاعدين هنين؟ أرض رملية، والمشركين أرض ترابية، وفزوا جنوب ومي ما في. فأنزل الله المطر على المؤمنين وعلى الكافرين. أما على المؤمنين اغتسلوا بها وشربوا بها واطمأنوا،
صارت أرضهم آسية، أن الرمال تغرس إجر الفرس فيها، لكن لما نزلت المطر شو صارت؟ صارت كأن الحجر. وأما أرض المشركين كانت تراب، فلما نزل المطر شو صارت؟ صارت طين، صارت تعلي إجرين الخيل فيها. فالله عز وجل قلب الحال كله ليكون مع المؤمنين على المشركين، وانتصر المسلمون. فأنزل من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فجل جلال الله بيده ملكوت كل شيء. هذا الماء الذي نزل من السماء نزل نقيا طاهرا صافيا، ليس فيه شيء. لذلك كان آباءنا الله يرحمهم كانوا دائما يستعملوا الأواني الكبيرة، الطبق الكبير، الشوط الكبيرة، إذا نزلت المطر يحطوا ضوين تحت السماء، خاصة مية نيسان لما ينزل ماء نيسان يكونوا حاطين طبق برا، يقول مية نيسان بتحيي الإنسان. هذا خطأ. المثل ماء نيسان يحيي السكة والفدان، يعني بيحيي الأرض المحروتة المزروعة، بيحييها بيطلع النبات. هذا الأصل في الماء. فماء السماء إذا نقيا، لكن يصل إلى الإنسان فالإنسان يلوث الطهارة التي أرادها الله له. ينزل ماء السماء فيجري أنهارا أو ينابيع. فالإسلام جعل قانونا أن يبقى الماء نقيا صافيا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، قال: لا يبولن أحدكم في الماء الراكد. إذا مي بركة أو بحرة واقفة يجي بول فيها، هذا أفسد الماء. بول الإنسان في الماء الراكد يعني الواقف، الراكد بالدال الواقف. إذا قلنا فلان راكد يعني قاعد، وإذا قلنا فلان راقض بالضاد يعني عم يسرب، مسرع بالمشي. هذا الفرق بين الراكد وبين الراقض. فيأتي الماء فيأتي الإنسان فيبول أمام الماء أو يبول بالماء. البول بيحمل كثير من الأمراض، من جملتها البلهارسية أظن، ما هي من جملة ما يحمل البول؟ البلهارسية. البلهارسية جرثوم لا يدرك إلا تحت الميكروسكوب إذا كبرناه 10,000 مرة حتى يظهر. وهذا المرض مرض فتاك في الإنسان، يوقع به أتعاب وأمراض وأوجاع كثيرة، سببه البول. فالإسلام أمرك عند البول أن تبول في أرض ترابية طرية لا يرجع الرشاش عليك حتى ما تتنجس فيها، ولئلا تؤذي أحدا بالبول الذي تبوله. فبيبول برد التراب عليها، لأنه إذا طلعت الشمس ونشف البول بيطلع الهواء بيطير الغبار، والغبار فيه جراثيم بالهارسية، بيجي الإنسان بيشمها دخلت إلى معدته، أو بال بالماء بيجي الثاني بيشرب دخلت بالهارسية وصار معه الأمراض العديدة. بذكر لكم هلأ بعض الأمراض. فإذا الإنسان أوقع نفسه بالمرض لأنه ما انتبه لحكم الشرع. فلما نقول الشريعة المطهرة، الشريعة التي تسعى إلى سعادتك، إلى نجاحك، لئلا يصيبك مرض ولا أذى. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نلوث الماء. تلويث الماء ممكن يأثر على كثير من الناس،
فنجد إنسان مثلا بال حتى الناس عبدوا عم يشربوا، فكل هؤلاء وقعوا في المرض، خاصة إذا كان هذا الإنسان فيه مرض وبال في الماء، فكل من يشرب من الماء ابتلي بهذا المرض. لذلك تنتشر الأمراض، فلازم ننتبه أن الماء لا يتقرب إليه إنسان طفل أو صغير أو كبير بإيذاء لهذا الماء. فالبول إذن بالماء الراكد هو حرام ولا يجوز لمسلم أن يبول مطلقا. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام لا تبل في الماء الدائم، يعني الماء الواقف الذي لا يجري ثم تغتسل منه، بال وبعدين اغتسل. وانتبهوا هون إلى شيء، البول يحمل جراثيم وطفيليات، فخشية التلوث الجرثومي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول الإنسان في الماء ثم يغتسل فيه أو يغتسل منه، لا بتغتسل فيه ولا منه. أما إذا كان نهر جاري وبال في النهر الجاري، النهر الجاري مع سرعة الجريان بتضيع الجراثيم في هذا الماء الكثير، فلا يبقى منه إلا نزر يسير، فيمكن ما بيحصل للأذى. أما الماء الواقف بينتشر الماء البول فيه. فالإسلام نهى عن التلوث الجرثومي، ما يصير في جراثيم في الماء. بدك مد إيدك على الإناء تغسلها قبل ما تدها على الإناء. العوام عندهم وسواس، وإذا كان عم يسخن تنكة مي مشان يتغسل وحط إصباطه ليشوفها، أو مرته عم تشوفها إنه سخنت ولا لا، صف أمرك يخرب بيت لك، شبه ليش شو عملت؟ ليش حطيتي إصباطك؟ نجستي المي، بكب التنكة كلها، بيرد يعبيها من أول وجديد. ما بنقول لك لا يا حبيبي، الماء طاهر، لكن مكروه الإنسان أن يضع يده في الماء إذا كان يظن أن على يده شيء من النجاسة، أو استيقظ من النوم ما بيصح يحط إيده بالمي دغري حتى يغسلها، بده ياخذ شيء لبرا يغسلها بعدين بيشوفها سخنت ولا لا. وضع اليد إذا كان قائم من النوم بنقول لك هذا مكروه، لقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء، تحط إيدك تشوف المي سخنت ولا لا، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. بدك تغسلها برد ثلاث مرات. ليش؟ قال فإنه لا يدري أين باتت يده. إيدك يا ترى باتت على العورة، باتت في موضع فيه نجاسة، فيه وسخة، ما بتعرف. بعض المنافقين انتقد انه وين بدك بات ايده الا على جنبه او على صدره، فاستيقظ في اليوم الثاني فوجد يده على عورته. الفقهاء شو كاتبينها؟ وجد يده في دبره، فايتوا خففوها شوية، هذا خطأ. وجد يده على عورته، إنه العورة فيها دائما فيها الجراثيم، فنهاك الإسلام إذن أن تمد يدك إلى إناء فيه ماء قبل أن تغسل يدك، حتى ما يكون في إيدك شيء فيتلوث الماء بتلوث اليد. هذا كله من شان التعقيم الجرثومي، ما ينوجد في الماء أي جرثوم من الجراثيم. فالإسلام قال لك الماء طاهر،
يكره إذا مددت إليك إليه يدك وهي غير نظيفة، لكنه ينجس الماء، يكون نجسا إذا ظهر فيه أحد ثلاثة أشياء: إذا ظهر في الماء لون، تغير لونه أو تغير طعمه أو تغير ريحه، فالماء أصبح نجسا. اللون أو الطعم أو الريح، شو صار الماء؟ ما بقى صح تستعمله. متى ما صار واحد من الثلاثة من لك وقف، الماء ما عاد يستعمل كأنه صار فيه جراثيم. الريح معنى ذلك أنه في تفاعلات جرثومية في الماء، أو الطعم معناته في تبديل في الماء، صار في إنتان. فمنع الإسلام استعمال الماء إذا صار بأحد هذه الأوصاف. هنا الله يرضى عن الأئمة، الإمام الحنفي رضي الله عنه وأرضاه، والإمام الشافعي رضي الله عنهما وعن جميع الأئمة. الإمام الحنفي قال: الماء إما أن يكون قليلا أو كثيرا. الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولو نقطة بول أو نقطة دم أو نقطة خمر، إذا كان الماء قليلا تنجس كله. قديش الماء القليل عند الإمام الحنفي الله يرضى عنه؟ الماء القليل قال بدها تكون البحرة 10 تضلع طول ب10 تضلع عرض، يعني 5 متر ب5 متر البحرة العمق، بحيث انه لو غرفنا ما يبين سفل البحرة، يعني 10 سنتي. هذه الماء اذا كان 9 ازرع 9.5 ب9.5 وقعت نقطة ماء، فالماء كله نجس. لو كان عمقها 2 متر متى ما وعين نقطة بول تنجس الماء كله، ما بقى يصح استعماله مطلقا إلا في سقي الزرع أو سقي الدواب. أما أن يستعمله الإنسان في طعام أو شراب أو وضوء أو غسل، فالماء نجس. هذا عند الإمام الحنفي، لأنه أبو حنيفة كان في بغداد، وبغداد ماءها كتير، فيها الفرات وفيها ماءها كتير. فلما كان ببغداد حكم هذا الحكم الشرعي 10 في 10. وإذا كانت مدورة بدها تكون 36 ذراع، يعني 18 متر دوران البحرة. إذا كانت 17.5 متر ماء قليل. فقال الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، الشافعي وجد في المدينة المنورة رضي الله عنه، قال: لا، الماء القليل ما كان أقل من قلتين. القلة برميل مي، يعني برميل ماء، بسع البرميل 10، في برميل 12 تنكة بسع. فمتى ما كان البرميل 10 تنكات فأكثر، وقعت فيه إذا كان أكثر ما بتنجس، أما 10 براميل فأقل وقعت نقطة بول تتنجس. فعند الشافعي رضي الله عنه بده يكون قديش؟ قلتين. الإمام مالك الله يرضى عنه قال: لا، الماء القليل ما استقله الإنسان. فإذا جبنا إبريء وكاسة، الكاسة ماء قليل، الإبريء كثير، إبريء وتنكة، الإبريء شو يقال له عند التنكة؟ قليل، والتنكة كثير. الله يرضى عنهم، كل واحد أخذ على حسب ما وجد في مكانه. فالإسلام إذن حرم على المسلم أن يبول في الماء أو بقرب الماء، قرب الماء جبال أو نجس، قريب الماء فمنقول له هذا حرام، أنه ممكن هذا البول يترشح حتى يصل إلى
النجاسة، أو واحد يدعس عليه، فهذا ممنوع شرعا. الإمام الشافعي رضي الله عنه له رأي، إذا كان الماء راكد وظهر فيه بعض الأوصاف الثلاث، يقول لك ما عاد تستعمله. قل النبي توضأ واغتسل من بئر بضاعة أو بضاعة يسموه، كان هذا البئر ماؤه كالحناء، فهذا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء لم يحمل خبثا وكان ملوثا من طين البئر، فرضي الله عنهم وأرضاهم. المراد الآن نحن ما عاد في عنا هلأ بير نطالع منه، وبركة ما بقى في بحرات، صار في دوش وصار في، نحن الآن لازم ننظر انتبهوا إلى ناحية البراميل اللي حاطين على السطح يجب أن تكون مغلقة، أما إذا كان البرميل مكشوف فالمفروض كل مدة تطلع تفتش عليه، ممكن يكون عصفور نازل بده يشرب سقط فيه، وإذا سقط مع الحسين يطلع مات، فإذا مات والبرميل ناقص شبر ما يشو حكمها كلها، صارت كلها نجسة، فممكن تكون عم تطبخ، ممكن تكون عم تعجن والماء نجس، فيجب أن يكون مغلقا. إذا وقع في البير، شايف أم محمد أنت واللي قدامك نايم، حاج محمود كمان نام ونيمك معه، فالبئر أو البرميل إذا وقع فيه عصفور فمات تنجس الماء كله، لأنه لا أقل من قلة عند الشافعي وأقل من 10 في 10 عند الحنفي، فلا يجوز استعماله، بدك تفضيه كله وتغسله وتعبيه من أول وجديد، فما بينتبه الإنسان. فممكن يكون عندك حاوز القطة لاح الفارة، نطت الفارة نطت فوق منها وقعت بالبركة ماتت الفارة وماتت القطة، شو حكم الميات؟ إذا كان أقل من 10 في 10 نجسين، أو أقل من قلتين نجسوا، فدائما بده ينتبه الإنسان. فرضا هي مسألة من المسائل، فرضا أن الإنسان عجن، بعد ما عجن عم يشرب شاف المي إلى طعمه، طلع وإذ الميات واقع فيهن عصفور أو حمامة ميتة، شو حكم الميات؟ نجسين. إذا كان نجسين العجينات شو حكمهن؟ كمان نجسين، ما بيجوز أكله، بده يكبهن، نقول له الميات اللي معبين قديش؟ قال والله الحاووز معبى كله، حاووز بيطلع له 4 براميل، فمنقول له العجينات بيعن لواحد شافعي، أن الميات عند الشافعي شو حكمهن؟ طاهرين. عند الحنفي قل لهم بيعن لشافعي، الشافعي الميات طاهرين عنده والعجينات طاهرين، وإذا هو ساوى حاله شافعي بيمشي الحال. فالمراد يا ابني، المراد أن الماء أراد الله له أن يكون نقيا صافيا، فأتى الإنسان بفعله وجهله نجس الماء، فلا يجوز للإنسان أن يبول في الماء. ناحية ثانية انتبهوا، الماء في الليل مسكن للشياطين، لينتبه الإنسان أن لا يغتسل في الماء ليلا، قبل العشاء بعد العشاء إلى الثلث الأول من الليل، إن لك لا تنزل بالماء، الماء مسكن للشياطين، فيمكن أن تؤذى إذا نزلت فيه.
أما الفجر ما في شيء، لو نزل اغتسل بينزل بيغط وبيطلع ما في شيء. أما بعد المغرب العشاء الأفضل أن لا تنزل، أن لا تنزل في الماء. لذلك نسمع الناس بيقولوا المي وهرة، ما هيك بيقولوا؟ وهرة بعد العشاء، إنه فيها أرواح. فلذلك هي البركات اللي معباية والبحرات اللي معباية لازم الإنسان ينتبه. كذلك لو كان الماء نزل اغتسل فيه الجنب، أنا بعرف الجامع اللي كنت فيه فيه بحرة عمقها حول متر وعشرين سنتي، لكن متر وربع بمتر وربع عميقة، هاي برات الحرم برا. إذا إنسان دخل الجامع وما في حدا بينزل بيغطس فيها وبيطلع بيصح. إذا بعد ما طلع بجوز نتوضأ إحنا بالمي، بقول له دائما خليها سيالة، نفتح الحنفية عليها حتى التم دائما عم تسيل. متى الماء مشيت بقشه، حطينا تبني مشيت، اسمه ماء جاري ما اسمه ماء واقف. فهمتوا علي؟ ما شو صار اسمه؟ واذا كان الماء جاري لا يحمل خبثا. لذلك لو اغتسل كان يسموه مغطس، بيغطس وبيطلع. يعني ما عنده استعداد يروح على الحمام ويدفع اجر الحمام، بيجي بكير الجامع بيغطس وبيطلع. الماء شو حكمه؟ الماء حكمه طاهر، شرط ان لا يكون على بدنه نجاسة، ان لا يكون على بدنه نجاسة. لذلك عند الاغتسال المفروض يستعمل الانسان اولا ان يغسل العورتين قبل ما ينزل بالماء، بيغرف بالماء بيغسل العورة من الامام وما حولها وكذلك الدبر، ثم بعد ذلك بيغطس بالماء. اما اذا عليه اثر نجاسة ونزل نجس المي، فمنقول له خليك دائما نظف حالك وبعدين اغطس. هي ناحية. ناحية ثانية، ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم ان يقضي حاجته في الطريق او في محل ظل او تحت شجرة مثمرة او قرب ماء. في قدامنا نبع مي او نهر او بير، فيجي قدام البير يقضي حاجة او قدام النبع يقضي حاجته بالغائط، فهذا ملعون شرعا. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث، يعني الأماكن التي تسبب اللعن للإنسان، واللعن هو الطرد من رحمة الله تعالى. فاتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد، يعني يقضي حاجته في مكان يرد الناس إليه، عشان بدهم يعبوا مي بدهم ياخذوا فاكهة، مورد الناس، فهذا منهي عنه. وقارعة الطريق كمان نهى النبي عنه. والظل صلى الله عليك يا رسول الله، هذا نص يا ابني، نص رائع من نصوص الشريعة المطهرة. نهى النبي عن التبرز قرب الماء، قدام الماء يقعد يقضي حاجة، يكون واحد جاي ما له منتبه زحلق ووصل الماء لوين؟ وصل النجاسة على الماء، فهذا ملعون، يعني مطرود من رحمة الله، لأنه آذى الناس بشرابهم أو بأجسادهم. فهذا عند البر. هي كلها شو من إلها؟ وقاية لمياه الينابيع والآبار من تسرب النجاسة
والتلوث الجرثومي. هي ما صحة صلى الله عليه وسلم عم يدور على صحتنا من شاننا عليه الصلاة والسلام. شو بينتفع؟ نبهنا. والمعلم شو بينتفع؟ فالنفع لك أن لا تقع في مثل هذه الأمور. فنهى النبي عن هذه الأمور الثلاثة، هي لصحة البيئة أولا، لصحة البيئة من الأمراض المنتشرة أو المنتقلة. ممكن الذباب يقع على الغائط فينقل جراثيم الأمراض. الله يهدينا لحنذكر. هاي هلا أخذنا الماء. مع الماء صلى الله عليه وسلم طلب منا أن نحفظ الماء والطعام من الجراثيم المنتقلة التي تنتقل من مكان إلى مكان. ونقل الجراثيم ممكن أن يكون بالحشرات من دبان أو ناموس أو غير ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم، أي الأحاديث عم تأخذوها طبية، لا أحاديث الصحة صلى الله عليه وسلم، قال: أطفئ المصابيح. أطفئ المصابيح إذا رقدتم عند النوم، وأغلق الأبواب، وأوكئ الأسقية، وخمر الطعام والشراب، ولو بعود تعرضه عليه. لا اشرح لكم هالحديث، يعني انتم الان عايشين انا واياكم مع سيدنا رسول الله النبي الطبيب صلى الله عليه وسلم، فعم ناخذ الطب من رسول الله عليه الصلاة والسلام. اطفئ المصابيح، هذا عند النوم. في الامور الطبية يكره للنائم أن ينام وهناك ضوء مشتعل أو سراج متوقد، لازم تطفي الضوء قبل النوم. شو دخل الضوء بالنوم؟ انظروا إخواني ما أحلى الإسلام. الله عز وجل لما خلق الإنسان خلق فيه الدماغ، والدماغ له غذاء خاص. غذاء الدماغ، لا يتغذى الدماغ إلا في الظلام. إمتى بيأخذ غذاؤه؟ بالعتمة. أما إذا في ضوء، حوزاني أفندي، إذا في ضوء ما بيتغذى الدماغ. فلما بدك تنام قال لك اطفي الضوء حتى يكون الغذاء كامل للدماغ. إذا كان الإنسان نام والضوء شاعل، بفز راسه عم يجعه، معه وجع برأسه أو دوخة بسيطة، معناها أن الدماغ ما أخذ غذاءه. أو بفز كسلان عم يتمطمط وعم يتاوب، معناتها ما أخذ الدماغ غذاءه الكامل. لما أنت عم بتنام عينك غمضت، حركتك توقفت، لكن قلبك ما توقف. القلب عم يضخ طول الليل، عم يضخ الدم حتى يغذي الدماغ، مشان ياخد الدماغ الفوسفور، مشان ياخد الأغذية التي تقوي الذاكرة ودائما تعطيك الذاكرة تتذكر الماضي وتعرف في الحياة تتصرف بكمال وعقل. فإذا إنسان نقص نومه ضعف تفكيره، وإذا زاد قلة النوم بيصير معه هستيريا، وبعد الهستيريا بيصير معه ملوخية. هي
مو ملوخيه بيقولوا لها ملوخيه، ما هي هي يعني جنان، نص جنان. يلي بيقل نومه بيصير معه هيك. فالاسلام قال لك بدك تنام، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا. هلا نحن عم نغير، صار الليل للسهر والنهار للنوم. غير قانون الله، لذلك عم تكثر الامراض النفسيه في المجتمع، كل امراض نفسيه صايره. هذا عم يخربط وهي عم تخربط، سببه قله النوم. دخيل الله، ما احلى دين الله يا ابني. فالاسلام قال لك بدك تنام اطفي السراج حتى يتغذى الدماغ الغذاء الكامل في الظلمه. اما نمت والضوء شاعل بتفز على بكره، جسمك منحل ضعيف وعم تتمطمط وتتاوب انه ما شبعان. الدماغ غذاؤه لو قدرنا 100 جرام، لو قدرنا 100 جرام اخذ 85، باقي له 15 ما عم يعطيك النشاط. تيجي بدك تفكر ما في عندك قوة للتفكير، بدك تشتغل تشوف جسمك تعبان، فبدك تنام. لذلك النوم في الإسلام عبادة. شو يعني النوم في الإسلام؟ شو حكمه؟ عبادة تحتاج إلى نية. عفانين هيك؟ عبادة تحتاج إلى نية، وكل عبادة نويت فيها أجرت، وإذا ما في نية ما في أجر. فمين عم ينوي منكم عند النوم؟ يلي عم يحافظ على الدرس تعلم عم ينوي، ويلي ما عم يحفظ حط راسه بينام ما في نية. لذلك تلت عمرك راح بدون ثواب، تلت العمر قديش بينام؟ من ساعات. بالنسبة لليل ونهار قديه؟ تلت. فتلت عمرك راح خسارة ما فيه ثواب. وبينزل للشغل كمان بلنية كمان راح التلت الثاني، والتلت الثالث ما بينوي إلا وقت الصلاة وقت الصيام. إن أكل ما في نية، وإن مشي ما في نية، وإن راح يزار فلان ما في نية. فشو صفيان من عمرك؟ عم تأخذ من عمرك الخمس، السدس، التسع، ما عم تأخذ واحد من عشرة. فيا ابني هذا الإنسان الذي غفل عن الأحكام الشرعية. فعند النوم نويت النوم امتثالا لأمر الله، نويت النوم امتثالا لأمر الله وتقوية على طاعة الله ونشاطا في عبادة الله. هي نية النوم. اللهم اجعلها رقدة تقربني إليك. فنومك تقرب إلى الله. المسلم هي ضايعة منه، ما هي بالمية قديش اللي بينوم؟ يلي ما حضر الدرس ما عم ينوي وعم ينام، عم ينام مثل القتيل، نام وفاء ما عرفان. لا النوم فيه أجر ولا غير. فأول وحدة أطفئوا المصابيح إذا رقدتم. لمصلحة مين؟ لمصلحة الدماغ، مصلحة الذاكرة، عشان تتذكر يا ابني الماضي وهلأ تفكر بتفكير واعي. أطفئوا المصابيح إذا رقدتم وأغلقوا الأبواب صلى الله عليه وسلم، حتى ما تفوت عليك حشرة، ما تفوت عليك فارة، ما يفوت جردون، بيكون نايم والباب مفتوح، فات شي جردون او فارة طلع على السرير مشي عليك وصل لقدام تمك. ف
فتح عيونه شاف جردون، شو بيصير فيه؟ الله يستر ما ينفلش، صح؟ الحق على مين؟ حق عليك، كأنك ما سمعت كلام النبي عليه الصلاة والسلام، عم يقول لك سكر الباب، سكر الباب ما يفوت عليك شي حشرة. هذا إذا كان فارق، أو وإذا كان باب مفتوح ومثل أبواب الفلاحين بالحوش، حوش الحوش فيه المعزة وفيه والكلاب وفيه، فات الكلب لجوا وبدأ يلحوس لك تمك وانت نايم. صلى الله على رسول الله. أوكئوا وأغلقوا، أغلقوا الأبواب حتى ما يصير أي ضرر عليك. وأوكئوا الأسقية، السقاء الإربة، سكر تمه، ادري سكر تمه، ابريق مي معبيه، حط له غطا، حط غطا، ما في غطا حط شاشية، أما خلي الإبريق مكشوف فيمكن أن ينزل فيه من البلاء، مثل ما ذكرت لكم الحديث الماضي، إن في السنة في سنة ليلة ينزل فيها البلاء، فممكن ينزل فيه فغطيه. قال وأوقلوا أسقية، غطوها. وخمروا الطعام، ما سووا خمر الطعام والشراب، ما تساووا خمر، خمروا يعني غطوا تغطية الآنية. هنا صلى الله عليه وسلم تغطية الآنية هي صحة البيئة، صحة البيئة من الحشرات الناقلة للجراثيم. انت بتنام لكن الدبان بينام، الناموس بينام، فممكن الدبان واقف على الغائط واجا وقف على الطعام، الانسان ما بينتبه، ما بينتبه، وقفت الدبانه كشيطة طارت، لكن شو عملت بها الوقفه؟ اجريها حامله فيهم قنابل، واقفه على الغائط حامله فيهم قنابل بالهارسيا، قنابل الامراض المتعدده مثل الحمى التيفيه، هي بينقلها الدبان، حمى التيفوئيد بيسموها تيفوئيد او التيفيه، فالدبان بينقلها، وقف على الغائط اجا وقف على الكوسايه كشيت او اكلت الكوسايه، حط لك القذيفه وين؟ بالكوسايه، اكل الكوسايه ما بيمضى عليه 10 ساعات بطني دخلكم، بطني بيطلع لبرا فارطه معدته، بيرتفع درجه الحراره بيركض لعند الطبيب يقول له معك حمى. او زحار، والزحار سببه كله منين؟ من الغائط ابني. لذلك صلى الله عليه وسلم امرنا ان نقص الاظافر، قص الاظافر، لان لما عم تستعمل ايدك لازاله النجاسه عم يدخل تحت الاظافر هالمرض هذا الزحار، فبتجي بتقص الخبزة بدك تاكل قرج هالجرثوم بالخبزة، اكلتها رجعت المرض الى جسدك، صار معك الزحار والاسهال كله سببه عدم النظافة. فلما النبي عم يقول لك قص اظافيرك لمصلحة مين؟ لمصلحتك صلى الله عليه وسلم. ف إذا تغطية الطعام والشراب حتى ما يجي الذباب يقف فينقل لك الحمى التيفوئيد أو ينقل الزحار أو ينقل الحمايات الخطرة مثل شلل الأطفال، هذا حمى ترتفع درجة الحرارة أعضاءه كلها ترتخي، أو التهاب الكبد المعوي هذا كمان سببه الذباب، أو الكوليرا مين بنقلها؟ الدبان. يا ابني هذا كله النبي لما عمل لك غطي، غطي الإناء لمصلحة مين؟ صلى الله عليه وسلم. ما سمعتكم صليتوا على النبي اليوم؟ صلى الله عليه وسلم
هي كل وحده يا ابني قديش بدنا نصلي على النبي؟ اللي عم يدور على عافيتك، عم يدور على صحتك، انت مالك منتبه لحياتك؟ النبي منتبه لحياتك وعم يخطط لك صلى الله عليه وسلم. هناك الذباب كمان امراض من قلل العين مثل التهاب العين، التراخوما كمان مين بينقلها؟ الذباب. وقف على عينك ثاني وطار، حط القذيفة ومشي. انت بتفكر ما في شيء؟ لا يا ابني، في صار ضرر ومغسل. هي ناحية. كمان واحد بالبيت ما عنده نظافة بالبيت، خلى الجلي بالمطبخ. في كتير نسوان على عشية بتفطر وبتخلي المجلى عايم بصحون، بدها تجي على الدرس وبترجع بتنام بكرة، على بكرة بتفز. هنا تتربى الصراصير والصرصار ينقل ما ينقله الذباب، كمان الجراثيم والحميات بيدخل على طعامك، بيدخل على الصرصار. له بخ، له بودرة، حط بيروح الكل ما بيبقى. فلازم يكون على نظافة. ولا يصح للمرأة أن تبيت وفي بيتها صحن وسخ أو شوية وسخ، بتكنس وتجمع الزبالة وبتحط لمقشة بوشها لعلى بكرة، والجلي بتخليه بالمجلى. ما سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الكناسة؟ إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الكناسة، مكنسة ومحاططن ورا الباب، أو الجلي محطوط، أو تنكة زبالة مخليتها. لازم من عشية تفضيها، تخليها نظيفة، تغسلها تخليها نظيفة. هذا كله يا ابني من نظافة الإسلام. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا العلم. فكذلك هناك أمراض تلويس الجروح يا ابني، لباني وقفت على الجرح كمان بتنقل هذه الأمراض، بتساوي حمى قرمزية وبتساوي تقيح الجروح. فهذا كله سببه الذباب وعدم النظافة. فالنبي عم يأمرنا بالنظافة صلى الله عليه وسلم حتى ما يخلينا نقع في مثل ذلك. كذلك يا أحبابي الطعام والشراب أن لا نبقيه مكشوفا خشية أن يأتي الناموس. الناموس يا أخواني أمره كذلك أمر صعب. وين بيعيش الناموس؟ في المستنقعات، في المياه الواقفة الراكدة، بالبيوت يلي ما فيها تهوية، بيت ما فيه تهوية هذا بيعيش فيه الناموس. فالناموس ينقل الملاريا، ينقل الملاريا، ملاريا بردية وسخونة بينقل لك اياها، بينقل الحمى الشوكية وهذه حمى خطرة، بينقل الحمى الصفراء الناموس. فبدك تاخذ احتياط. شبابيكك حط لهم منخل ناعم حتى ما يفوت الناموس. خلي دائما بيتك نظيف، دائما المرأة تعتني بنظافة البيت. البيت الوسخ مستودع للجراثيم. دائما نشوف مرة الابن، مرة البنت، مرة الرجل، مرة المرأة، بفز واحد بيقعد واحد. يا شيخي والله ما لنا عرفانين شو مسويين، بلكي كاتبين لنا. لك بيتك وسخ ما حدا كاتب لك. نظف البيت بتروح منك الجراثيم. افتح الشبابيك. البيت الذي يدخله الشمس لا يدخله طبيب. مسكرين الابواب وراخين البرادي وما في نفس، يعني بان تتربى الجراثيم في البيت.
فبينما الإسلام يا ابني علمنا كل شيء، دائما كانت آباءنا وأمهاتنا هذا اللي أنا بوعاه يفزوا من على بكرة، يفتحوا الشبابيك، يرفعوا البرادي عشان الشمس تفوت على البيت، يتهوى البيت، اللي احنا مسكر ومندربش وخلاص وخلينا جوا، والبيت وصيخ قايم قاعد، هذا البيت مستودع للجراثيم، الله يعيننا. فعم تتعلم هلا من النبي عليه الصلاة والسلام يا ابني، عم نتعلم الحياة، هي حياة يا ابني، الماء والإناء والجسد والحياة بدك تكون كلك. أوقئوا الأسكية وخمروا الطعام والشراب ولو بعود، ما وجد إلا عودة، حط عودة، ابريق مي، ما وجد صحن تغطيه، ما وجد صحن غطيه، حط فرشاة اسنان. بتسأل امر النبي بما تستطيع، هذا الاسلام يا ابني. فممكن ان يصرف الله عنك البلاء كما صرفه عن ذلك الصحابي الذي سمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، حلب الحليبات مساء ما شاف شيء يغطيهن الا عوده، جاب عود حطه على الحله، فاتى في الصباح فوجد عليه حيه ملتفه، فمسك العود وراح لعند النبي عليه الصلاه والسلام، يا رسول الله انا حلبت الحليبات ما شفت شيء يغطيهن الا بها العود، فغطيته بالعود. فالحليبات صايبن شيء نجاسه او وساخه كبن؟ فالنبي قال لا، لبنك لبن طاهر، وإنما التفت عليه لاتباعك للسنة، ما نزلت للحليبات، والحية لو نزلت للحليبات ما بتنجسهم، لأن السم ما بيطلع من الحية إلا إذا غرزت السن، السن تبعها صاير بجورة ومحروق السن، لما بيضغط بيطلع من حوالي السم، اما اذا ما ضغطت السن ما بيطلع السم. لذلك يلي بيربوا الحياه شو بيعملوا؟ بيحطوا له خيشه بشدوا السن، متى ما طلع السن ما بقى في سم، لو عضيت ما عاد ياثر، ما في عض، انه ما عاد في سن يغرز، متى ما غرزت السن جرحت بيطلع السم، التقى بالدم بتسمم الانسان. اما اذا كان ما انغرز السن ما بياثر، فصاير على الضغط سن وجواته فاضي، لما بيضغط بيطلع السم. صلى الله عليك يا رسول الله. طيب، والنظافة العامة، خليكم يا أهل الدرس الآتي، صار 6:15، هذا كله يا ابني نحن عم نعيش وين اليوم؟ مع الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في نظافة الحياة. فعندكم الدرس الآتي، الطهور شطر الإيمان، والاغتسال إن شاء الله وما وراءه، أرجو الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه عنا جميعا، وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وللمسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. متزوجة من سنتين، منذ سنة تزوج علي زوجي، فصار لا يأتي البيت إلا لحظة حتى غدا كالأخ أو الصديق، وهو منذ سنة لم يقرب الفراش، فهل أكون مطلقة منه شرعا أم أكون كالأخت له، وما الحل؟ لا أخت ولا مطلقة، إنما أنت زوجة، ما دام ما نطق بالطلاق فأنت لا تزالي زوجته، أي ساعة أتى
فهو زوجك ولا مانع بينك وبينه أبدا. ما لم يلفظ الطلاق عندها بيكون أنت وحدك وهو وحده. أما الآن ما دام ما طلق فأنت زوجة. سؤال الثاني: شاب عمري 15 سنة ذاكر لله تعالى بفضله، ألزم درس فجر الأربعاء الله يرضى عليك، وأخاف أن أفهم المعلومات بشكل خاطئ، أفألازم مجلس فجر الأربعاء أم تنصحوني بغيره؟ الله يرضى عليك، لازم يا ابني. أي مجلس تجتمع فيه ففيه النفع. مجلس الأربعة روحي، مجلس الثلاثة أحكام شرعية، تتعلم الأحكام الشرعية، وكل المجالس فيها فائدة. ما هي؟ عم يمضى مجلس بدون فائدة؟ الحمد لله. فأي مجلس يا ابني بتنتفع فيه لازم على فجر الأربعة، وعمل لك درس ثاني يمكن الثلاثة، بيكون لك الصبح إن شاء الله مجلسين تنتفع بهما. تفضل الله علي بالتوبة ببركتكم، الله يعفي عني وعنك إن شاء الله، ربي بيقبلك، ودمعة العين في هذا الشهر، أرجو دعائكم لنا بالثبات، الله يثبتنا وإياكم جميعا بقوله الثابت، ويتقبل منك توبتك ويجعلك إن شاء الله من المستقيمين عليها. سائق تاكسي ركب معي رجل أخذ ملابسا من جمعية خيرية نسيها معي بالسيارة، لم أعرف عنوانه وسألت الجمعية فما عرفوا، وأهلي بحاجة، هل أعطيهم هذه الملابس على نية ذلك الرجل؟ إذا الملابس حق يا ابني من أكثر من 1000 ليرة بدك تستنى شهر، إذا ما التقيت فيه وما نوجد تستعملهن ولا شيء عليك. ما هو السنة وما فوائده؟ السنة اللي احنا بنسميه سنة مكي، وهذا ملين للمعدة، منشط للكبد، بينفع المعدة والكبد. هل الرشوة حرام على الراشي والمرتشي؟ وقد يكون العمل قانونيا لكنه لا يتيسر إلا بالرشوة، فماذا نفعل؟ الإنسان يا ابني إذا دفع مالا لقضاء حاجة هو بحاجة لها، ولا تكون الحاجة إلا إذا دفع، فالدافع لا إثم عليه، الإثم على الآخذ، وهذا نص عليه الفقهاء. الإثم على مين؟ على هاللي بياخذ، ما عم يمشي له المعاملة ليقبض، وإيه حق بده يحصله، ما بيحصله إذا ما دفع. فبنقول لك ادفع، والاسم على الآخذ وليس على الدافع شيء. هل يجوز للمؤتم حمل المصحف وراء الإمام في التراويح؟ لا. وصلاة في مذهب الإمام الحنفي فاسدة باطلة، لا يصح تحمل المصحف. مشان إيش؟ لك السماع، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فما في تحمل مصحف، وتحمل مصحف مشان ترده يلي ورا الإمام بيرده، أنت مالك مطلوب منك الرد، فلذلك ما بيصح يحمل المصحف. أختي تريد شراء بيت، فهل ثمن البيت عليه زكاة؟ علما أنها بحاجة. إذا اشترت البيت قبل حلول الحول فلا زكاة عليه. مثلا الحول بيكون برمضان، بنص شعبان اشتريت البيت فلا زكاة عليه. اما اذا بقي المال لبعد رمضان بدها تطالع عليه زكاة. لا، هذا حقيقة وليس تهيؤ. إذا رأينا أحد الصالحين في المنام وأخبرنا أنه في فرج فمعناته في فرج، والله عز وجل هيأ لكم الفرج
فانتظروا فضل الله، والله يكرمكم بما يرضي الله عنكم. زوجي بيحلف بالطلاق دائما على كل حال، بغضب وغير غضب، بيحلف انه ما فعل بيكون فعل. ما حكم الطلاق المتكرر؟ متى ما كان 3 طلقات فاكثر انتهت المرأة من زوجها هذا الطلاق، لان الطلاق فيه سواء في المزح او سواء في الجد يقع الطلاق. والدتي قاطعتني ولا تتكلم معي لانني اشتري لوازم للبيت، هل معها حق في هذا وهل انا مخطئ؟ وهل زعلها يؤثر على هذه الاشياء؟ اذا كنت مأدي له حقها برا واحسانا فغضبها لا يؤثر، وليس لها ان تتدخل فيما تؤمن الى بيتك. اما اذا ما لك مأديها حقها فبتكون انت مقصر. أدي له حقها واشتري للبيت ما شئت، هي بتكره تشتري مشان ما يكون اللي عم تشتريه لمرتك. هذا كأنه عم يشتري كل إلها، أنا ما صار لي شيء بحياتي، هلا هذيك بدها تاخذ الكل. ليه؟ خليها تاخذ. ما بيهون عليها. فيا ابني أدي له حقها ولا شيء عليك. العلاج الطبيعي للثآليل التي تظهر في الجلد. التالولة في إلها اسم، جيب شوية شعير وتعال وإن شاء الله ربي بيصرف عنك. صديقي رآكم في الرؤيا تأمرونني بقراءة سورة ياسين، وأنا أحبكم مشتاق إليكم، لكنني أشعر بقسوة في قلبي ولم أبكي من خشية الله. بايعت ونقضت. هذا الدليل يا ابني، هي السر. وأرجو الرجوع. عودوا لما كنتم عليه من الوفاء. وإذا رجعت الله بيعيد لك حالك كما كان من قبل إن شاء الله. هل ماء البركة المفلترة هو ماء طاهر؟ نعم، الفلترة زيادة في التعقيم، زيادة في النظافة. إذا الفلترة زيادة في النظافة فهذا ما فيه يا ابني لا كراهة ولا شيء. أما البول في الماء نعم يمنع الوضوء وينجس الماء. فمثلا يلي بيسبح مثلا، في ناس بالمسبح هو عم يسبح بيبول بالمسبح. إذا الماء أكثر من قلتين شو حكمه؟ طاهر. وإذا مذهب الحنفي أكثر من 10 بـ10 كمان طاهر. لكن ننبه أن هذا لا يجوز، لا يجوز أن يكون في البركة. ما حكم السباحة في فصل الشيف، في فصل الصيف، مع العلم أن هناك مسابح كثيرة تفتح من الساعة 6 مساء حتى 2 ليلا، وكنا نذهب كثيرا لممارسة هذه الرياضة. ما في مانع، روح بعد الثلث الأول يعني بعد العشاء، لأنه ورد في الحديث أن الشياطين تنتشر من المغرب إلى العشاء. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نجمع الصبيان، الأولاد اللي يكونوا عم يلعبوا عند فوهة العشاء، بعد المغرب نجمعهم، بعد العشاء لو طلعوا لعبوا ما عليه شيء. وهلا انتبهوا، ايمتى بينتشر البرغش والناموس؟ عند الغروب صح؟ عند الغروب، بعد الغروب. اما قبل العشاء كله بيرجع. فهذا كلياته جراثيم، حتى ما الاولاد تتعرض لهالجراثيم ضبهم قبل المغرب لبعد العشاء، بعد العشاء لو طلعوا ما عليه شيء. صلى الله على رسول الله. يلي يا ابني عم يفهم عن النبي. طيب هي اخر سؤال.
قلتم إذا دخل في جوف الإنسان الصائم على غير قصد يتم صومه ويقضي ذلك اليوم. طيب ومثاله المرأة التي خافت على زوجها فوضعت على فمه الحلو وهو نائم، فأفاق وشعر بطعم الحلو على فمه، فهو مكره ولم ينوي الإفطار أبدا، فيتم صيامه ذلك اليوم ويقضي بعد رمضان. طيب السؤال، هل يدخل معنى الإكراه هذا في حديث رسول الله أم لا؟ رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. لا يا ابني لا يدخل. الإكراه ما كان مهددا بسلاح، هذا الإكراه. سحب عليه الخنجر أو الفرد، شراب ولا شراب؟ صايم دخيل شراب عم قلك وبده يضربه، فهذا شو اسمه؟ هذا المكره، هذا بيشرب وما عليه شيء لأنه مكره. أما هذا من باب المداعبة حطت له العسلات على تمه ولوتت له تمه